السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر انا وياكم ان شاء الله العصير ديال البنان والحليب وفي كولا مخدر العصير، غادي نجربوا انا وياكم وان شاء الله. وشكرا لكاع الناس اللي متبعيني، تنشكركم بزاف وتنتمنى تدعموا لي القناه بلايك وابوني وتشجعوني، الله يجازيكم بخير. غادي دابا ان شاء الله غادي ندوزوا لطريقه التحضير هذا العصير. غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي ناخذه غادي نديرو فيه نصف لتر حليب وكأس ياغورت بنكهة البنان نكهة الموز، غادي نزيدو نصف لتر ديال الماء، نصف لتر حليب ونصف لتر ماء. ديك العلبة نيت باش عبرنا خدينا العبار ديال الحليب، هي باش خدينا العبار ديال الماء. هنا تنديرو جوج معالق ديال سنيده سكر، سنيده سكر حبيبات. غادي ندير البنان، كل واحد على حسب اللي بغى. هنا درنا الموزه الاولى، ها هي الثانيه، كما تشوفوا معنا ها الثالثه، هيا معلقه ديال فيكولا وخدت العصير. دابا درت معلقه ديال فيكولا، معلقه كبيره شويه، ولكن من الاحسن ديروا غير معلقه صغيره، الا جربتوه ديروا غير معلقه صغيره مش ميجيش خاطر بزاف. صافي هنا تندير واحد النكهه ديال الفاني، درت شويه نكهه الفاني، اللي بغى يضيف يديرها يديرها، اللي بغى يضيفها للعصير يضيفها، اللي ما بغاش بلاش، كل واحد. درت طالون ديال الفاني ودرت النكهه ديال الفاني صافي. هنا كما كتشوفوا ها هو درت الخلاط، صراحه الله تيجي فيا خاطر تيجي بحال هاد العصير ديال فيكولا تيجي زوين. ها انتم غادي تشوفوا فاش غادي نشوفوا خاطر، ها انتم كتشوفوا شي جا خاطر، ها هو تيجي العصير ثقيل، تيجي العصير ثقيل وتيجي غزال وبنين بزاف، تيجي ثقيل بزاف. ها انا زدت نصف الاخر ديال الماء، بحال نقولوا دابا عندنا اطرون ديال الماء وسيترو حليب. صافي انا غادي دابا غادي ناخذ العصير. ها زدت واحد طانون الفاني، حنا درنا جوج دانونات، درت نص سيترو ديال الحليب ودرت كاس دانون ديال الفاني، ودرت انتما كما تشوفوا زدت جوج معالق اخرين ديال سنيده، وزدت هاد شويه اللي بقى قلت ثلاثه معالق ديال سنيده هما اللي زدت، ونصف لتر ماء ودانون الفاني. غادي نطربو عاوتاني، غادي نديرو في الخلاط الكهربائي وغادي نضيفو لهداك نص لتر ديال الحليب اللي درنا في النوب الاولى، ودرت معاه نصف لتر ديال الماء. انا غادي نخلط كلشي، غادي نخلطو في الطاسه، ها هو تنحركو مزيان، بصراحه الله تيجي بنين رائع، تنتمنى نشربوه. غير هي ديك فيكولا ديرو غير معلقه صغيره، معانا جاني شي شويه ثقيل بزاف، من الاحسن ديرو غير معلقه صغيره. شوف انت جات ثقيله، وكاين اللي بغاها بحال هكا يديرو بحال هكا، كل واحد واشنو تيبغي. تناخذ الصفايه، تناخذ هاد الصفايه ديال البلاستيك وتنبدا تنصفي كل هو داك العصير، تنصفي مع طحن داك البنان، تنصفي من كلشي، تنصفيه مزيان وتنتمنى تجربوه. اللي بغى يجربوه بالبنان دابا ماشي وقت الفريز، ديروا التفاح اللي بغى يدير عاوتاني بلافوكا، اصلا لافوكا تجي خاطره شويه، اللي بغى يديروا بلافوكا بالمونغ، صراحه الله زوين باش ما درتوه. وكاع الا صوبتي هذا العصير وبغيتي تقطعي فيه شويه الديسير يجي زوين، تقطعي فيه وسطو التفاح البنان الكيوي تيجي رائع. هنايا ها انا صفيتو مزيان صافي، ها انتم شوفوا ها انتم كيف طلع في الكاس، شتي تيطلع خاطر، تيجي بحال ريب البلدي، تيجي واحد المذاق زوين بزاف. هنا
هاو شفتم كيف طلع وتيطلع بكميه كبيره تبارك الله وشكرا للجميع تنشكركم.